حجمهم صغير، شكلهم جميل، وأثاروا ضجة كبيرة على الإنترنت. ده لورس البطيء، حيوانات من الرئيسيات بعيون جميلة وكبيرة، وفيديوهاتها بتجيب مشاهدات بالملايين على الإنترنت. بس قبل ما تتخدع بشكلهم الجميل ومظهرهم البريء وتفكر فيهم كحيوان أليف، هم النوع الوحيد السام في العالم من فرع الرئيسيات. عندهم غدد سامة تحت أذرعهم، وبيقوموا بلعقها قبل ما يقوموا بالعض عشان تكون عضتهم سامة. موطنهم جنوب شرق آسيا، وعددهم تقريبا على حافة الإنقراض بسبب الشهرة اللي خدوها على الإنترنت، لأن بعدها بقى يتم صيدهم وبيعهم لأشخاص من محبي الحيوانات الغريبة. فبسبب نشر مقاطعهم الجميلة على الإنترنت تسببوا البشر في تقليل أعدادهم، وبعد ما يتم امتلاكه كحيوان أليف بيكون مرعوب من البشر لأنه غير معتاد على التواجد حولنا. فرفع إيده هنا معناها حالة تأهب، بما إن الغدد السمية عندهم تحت دراعهم. والأمر القاسي هو إن بيتم خلع جميع أسنانهم حفاظا على سلامة ملكهم.